بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. الفضل العظيم صلاة الضحى 4 ركعات التي ضيعها أكثر الناس اليوم، أو كثير من الناس اليوم، للأسف الشديد بسبب الجهل بالعلم الشرعي والاستخفاف بالسنن والأذكار. من علامات الساعة استخفاف الناس بالأذكار وبالسنن الهامة جدا التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسم بالله العظيم قسما أحاسب عليه يوم القيامة أن من يعلم ثواب هذه السنة ويتخاذل عنها ويستخف بها استخفافا بها سيندم اشد الندم يوم القيامه ويبكي دما عليها. صلاه 4 ركعات في اول النهار، كثير من الناس يستخف صلاه الضحى ولا يصلي الضحى، وكثير من الناس يصليها ولكن يصليها ركعتين فقط. لكن هو لو يعلم انه لو صلى 4 ركعات سيحصل ثوابا عظيما، لن يترك هذه ال4 ركعات ابدا. الفضل العظيم صلاه 4 ركعات في اول النهار. هذا الحديث بطرق كثيرة حديث لا يقل عن مرتبة الحسن بإذن الله. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن صلاها 4 كتب من القانتين. خلي بالكم، شوف فرق بين ركعتين و4 ركعات. فأنت لو صليت ركعتين زيادة، حتى لو كان 4 ركعات دول متصلات، حته واحده قطعه واحده، كانك بتصلي ظهر او عصر. يعني مش لازم تصلي ركعتين وتسلم، ممكن تصلي 4 ركعات حته واحده، او ممكن تصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم. بس انا بتكلم لو واحد يعني بيستسقي. شوف الفرق بقى ان كده ما بتتكتبش من الغافلين، وفرق انك كده تكتب من القانتين. القنوط طول العباده لله سبحانه وتعالى، طول الوقوف لله سبحانه وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى وصف السيده مريم رضي الله عنها، وهي سيده يعني سيده نساء الاولين والاخرين، وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كانت تصلي حتى ينزل الماء الأصفر في قدميها وتتورم قدماها من طول الصلاة. فلما تكتب من القانتين كل يوم، في حد في إنسان عاقل ضيع هذه المنزلة؟ دي المنزلة. في رواية تانية: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من التائبين. وفي رواية ثالثة: كتب من العابدين. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم ويصدق ويقوي هذه الأحاديث الثلاثة: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. الأوابون دول من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، ودي من أخص صفات الأنبياء. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا أيوب، قال عليه قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. على سيدنا إبراهيم: أواب. الأواب هو شديد الخشية من الله سبحانه وتعالى، كثير الرجوع لله سبحانه وتعالى. فمين مين يبقى انت هتكتب؟ يبقى شوف بقى، هتكتب من عند الله من الأوابين، هتكتب عند الله من التائبين. لما ربنا يكتبك من التائبين كل يوم، بالله عليك، هل هيفضل لك ذنب؟ يبقى ال4 ركعات دول هيخلوا الصحيفة بتاعتك بيضة، ما فيهاش أي ذنوب، لو انت حافظت عليهم كل يوم، لأن هتكتب في هذا اليوم من التائبين عند الله سبحانه وتعالى. تكتب عند الله سبحانه وتعالى من القانتين طول العباده، تكتب عند الله من العابدين. يعني عايز ايه اكتر من كده؟ العابدين يعني كثير العباده لله سبحانه وتعالى، مش واحد بيصلي الفروض وخلاص، لا، ده انت هتكتب من العابدين. يعني دي منزله عظيمه جدا. المنقبه الخامسه: تاخذ اجر المجاهدين في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سريه، هذه السرية غنمت وربحت ورجعت سريعا، فتعجب الناس من سرعة رجوعها وغنمها وكثرة غنمها. فقال لهم: أتعجبون من ذلك؟ فلا أدلكم على عمل أعظم ثوابا من ذلك. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذهب إلى المسجد فصلى سبحة الضحى. من ذهب إلى المسجد فصلى سبحة الضحى. وحتى تاخد أجر المجاهدين في سبيل الله. شوف ثواب عظيم. المنقبة التالية: الحفظ طوال اليوم. جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم صلي لي 4 أول النهار أحفظك إلى آخره. يبقى ال4 ركعات دول يحفظونك بأمر الله سبحانه وتعالى طوال اليوم من الكوارث والمصائب و و و و أنت عايز إيه أكتر من كده؟ في زمن كثرت فيه الكوارث والمصائب والبلايا، فال4 ركعات دول في اول النهار يحفظوك طول اليوم من الكوارث والمصائب.
يبقى ليه تصلي؟ يبقى ازاي تصلي واحد اتنين؟ تصلي اتنين وتسكت وتقعد ليه؟ صلي اربعه عشان تحصل على الثواب العظيم. بعدين ده انت هتاخد ثواب 720 صدقه، مش كده وبس، ده انت هتحافظ على هتقي جسدك ومفصلات جسدك من التورم والتيبس والانزلاق الغضروفي. كثير من الناس بيصاب بانزلاق غضروفي، تيبس في المفاصل، هشاشه في العظام، روماتويد والعياذ بالله. الاربع ركعات دول يحفظوك باذن الله من كل الامراض، لان مفصلات الجسم بتاعت الانسان ضعيفه. في ناس عندها خشونه، وفي ناس عندها انزلاق غضروفي، في ناس لانه بحفظ على صلاه الضحى. الرسول بيقول ايه؟ ان الله خلق ابن ادم على 360 مفصل، على كل مفصل كل يوم صدقه. في روايه كتب عليها كل. اذا كل عشان تؤدي شكر هذه المفصلات، وده من الاعجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من 1400 سنه ان كل واحد منا عنده 360 مفصل. العلماء ما اكتشفوش الكلام ده الا قريب جدا، ان كل واحد منا عنده 360 مفصل فعلا. كل مفصل منهم لازم تتصدق عليه. يعني لازم تطلع 360 صدقه كل يوم. فقالوا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ فقال لهم ايه؟ شوف الرسول قال لهم ايه؟ قال لهم التكبير صدقه، التحميد صدقه، التهليل صدقه، الامر بالمعروف صدقه، النهي عن المنكر صدقه، حمل الكل عن اخيك صدقه. كل دي صدقات، ويجزئ كل ذلك صلاه ركعتين في اول النهار. يبقى لما تم تقول الحمد لله بتاخد صدقه، تقول سبحان الله بتاخد صدقه، تامر بالمعروف، كل ده بيجزئه ركعتين في اول النهار. مش بقى لما تصلي اربعه، يبقى مش 320 صدقه، ده انت هتاخد 360 صدقه، يبقى هتاخد 720 صدقه. والاهم من كده انك بتقي نفسك، بتقي جسمك، مفصلاتك من الامراض. ليه؟ ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واديت الشكر، اديت شكر النعمه، لان يعني المفصلات دي نعمه. يبقى انت من الشاكرين كده. وبعدين تبقى نفذت وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول سيدنا ابو هريره بيقول ايه؟ اوصاني خليلي بثلاث خصال لا ادعهن في سفر ولا حضر. أوصاني خليلي بثلاث خصال لا أدعون في سفر ولا حضر. أن أوتر قبل أن أمام، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام وركعتي الضحى. خلي بالكم سيدنا وراي بيقول إيه؟ لا أدعون في سفر ولا في حضر، يعني حتى هو مسافر. يبقى إزاي تستخف في صلاة الضحى؟ في إنسان عاقل يضيع كل الثواب ده؟ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بالله عليك، الرسول صلى الله عليه وسلم أب للأمة كلها. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأحزاب. فالرسول عليه السلام أقرب إليك من أبيك. يوصي، فهو سيدنا أبو هريرة بيقول أوصاني. كلمة وصية دي معناها فيها تشديد، يعني كأنه بالظبط زي لما يكون أبوك في فراش الموت بيوصيك بوصية، هتنفذها ولا مش هتنفذها؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اب الام كلها اوصانا بصلاه الضحى، نستخف بيها ولا نعملها؟ اقسم بالله العظيم ستندمون اشد الندم من القيام على هذه السنه، على الصواب العظيم الذي تضيعونه. المراقب بعد المقابر بعد كده يرفع قدرك في الدنيا وفي الاخره. ليه؟ لان دي من اهم السنن التي كان يحافظ عليها ابراهيم عليه السلام. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. العلماء قالوا ايه؟ ايه هي الكلمات او الاوامر الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها ابراهيم عليه السلام؟ بعض العلماء قالوا ابتلاه بعشر خصال من الفطره او سنن الفطره، اللي هي الاستحداد والاستنجاء والسواك وغسل البراجم وقص الاظافر ونتف الاباطين وحلق الشارب واطلاق اللحيه والاستحداد والمضمضه والاستنشاق. بعض العلماء قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى امره يصلي اربع ركعات اول النهار فاتمهن. والارجح انه دول ودول. فلما اتمهن حصل ايه؟ قال له اني جاعلك للناس اماما. يعني هجعلك امام يقتدى به الى يوم القيامه. لذلك ربنا جعل سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. وجعله واعطاه الخله. جعله خليل الله سبحانه وتعالى. واول انسان يوم القيامه يكسى من حلل الجنه هو سيدنا ابراهيم عليه السلام.
اول واحد يكسب من حلول الجنه هو سيدنا ابراهيم عليه السلام، هو افضل خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لو حافظت على الاربع ركعات دول يبقى انت بتطبق سنه نبينا ابراهيم عليه السلام، يبقى تكون رفيقا للنبي لسيدنا ابراهيم عليه السلام في الجنه باذن الله، وترفع ويرفع قدرك في الدنيا والاخره، لان شوف ربنا بيقول ايه. قال فاتمهن. لما ربنا رد عليه قال له قالوا ان يجعلك الناس امام. فلو انت عالم تزداد علما، لو انت تاجر تزداد مالا وتتوسع تجارتك. يبقى المجال بتاعك تبرز فيه يرفع مقامك في الدنيا وفي الاخره. ده الايه اللي بتقول كده مش انا، اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. لما اتمهن قال اني صلى اربع ركعات، قال له صلي اربع ركعات اول النهار ام صلى اربع ركعات؟ قال اني جعلك الناس امام. قال من ذريتي، قال نعم. يبقى يبارك ايضا في ذريتك، يعني ربنا بارك في ذريه سيدنا ابراهيم. لو انت احتسبت الاجر على هذه الايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امر سيدنا ابراهيم بانه يصلي اربع ركعات في اول النهار فاتمها، جعله ربنا سبحانه وتعالى ابا للانبياء وجعله مبارك في ذريته وجعلهم هم كمان انبياء. سيدنا ابراهيم خلف سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق، وسيدنا اسحاق خلف يعقوب، ويعقوب خلف يوسف، ويوسف واخواته جاء من نسلهم انبياء كثيرين جدا لغايه ما وصل سيدنا موسى. واسماعيل وسيدنا اسماعيل جاء من نسله سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز ايه؟ يبقى لو انت خلصت النيه وصليت الاربع ركعات دول بحيث ان ربنا سبحانه يرفع مقامك في الدنيا وفي الاخره. فيا ريت كل اللي سمعني دلوقتي لازم تحافظ على اربع ركعات. لو انت ما بتصليش الضحى اتقي الله صلي الضحى، لو انت بتصلي الضحى ركعتين لا صلي الضحى اربع ركعات، وكانت تحصل كل هذا الثواب العظيم. انا هكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو سخون شو نشر هذا العميل في الثواب العظيم، ونعلم علما في الله اجرم عن يوم القيامه. ينقذ ذلك من جنوب شيء تشوش تفعيل الجرس والشرق، فانا ارسلكم كل جديد وساعدونا عشان السنه. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم.